لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الفتن من صحيحه: باب التعرب في الفتنة. التعرب يعني أن يذهب إلى البدو يصبح أعرابيا. الأعراب هم الذين يسكنون البادية. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك؟ تعربت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. وعن يزيد بن أبي عبيد قال: لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن الأكوع إلى الربدة وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا، فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال نزل المدينة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. التعرب، قال ابن حجر، أي السكنى مع الأعراب، وهو أن ينتقل المهاجر من البلد التي هاجر منها فيسكن البدو فيرجع بعد هجرته أعرابيا. وكان إذ ذاك محرما إلا إن أذن له الشارع في ذلك. والأحاديث الواردة في عد الكبائر ورد فيها: والمرتد أعرابيا بعد الهجرة. كان هذا خاصا بالمهاجرين، وذلك لأن من هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يلزمه أن يبقى بالمدينة، يكثر سواد المسلمين ويجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث أمره. فكان أن يرجع أعرابيا بعد الهجرة منهيا عنه من الكبائر، كما في حديث سعد بن أبي وقاص في مرضه الذي كان عام الفتح مع حجة الوداع، قال: لكن البائس سعد بن خولة يأس، يعني يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، لأن المهاجر إذا مات ببلده الذي هاجر منه لم يكن له ثواب الهجرة. وهذا الإذن إنما يكون عندما يترك المدن والقرى ويتعرب هربا من الفتن. وقيده البخاري بالفتنة، تعرب في الفتنة، إشارة إلى ما ورد من الإذن في ذلك عند حلول الفتن، كما في ثاني حديثي الباب. كأنه حديث سلمة بن الأكوع لم يتضح وجه الإذن، فأراد أن يذكر الحديث الذي يبين أن هذا ليس خاصا بسلمة بن الأكوع،
بل لكل من لم يكن له سبيل للفرار من الفتنة إلا بأن يترك المدن والقرى ويبقى في شعف الجبال. قال: وقيل بمنعه في زمن الفتنة لما يترتب عليه من خذلان أهل الحق. زمن الفتنة يعني وقت وقعت فيه الفتنة في مكان هو فيه، فإن كان هناك أهل عدل وحق وأهل بغي وجب امتثالا لأمر الله أن يقاتل أهل البغي، لأن الله قال: فقاتلوا التي تبغي. إلا أن الإنسان قد يخفى عليه من هو الذي على الحق، كما وقع لجماعات من الصحابة رضي الله عنهم في قتال علي ومن خالفه، ولذلك اعتزلوا. ومنهم من يولد في زمن يكون الجميع فيه مفتونا، يكون الفريقان فيه مفتونين، كلهم يقاتل على الدنيا ومن أجلها. فهذا الذي تحمل عليه الأحاديث، خاصة أن هناك من الناس من إذا خرط الفتن وقع فيها ولم يستطع أن يتركها وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. فأما من ولد في وسط الفتن مقيما للحق معاونا لأهله فذلك هو الواجب، كما في فتن كثيرة لا تكون فقط بالقتال بين المسلمين، بل هناك فتن إقبال الناس على الشهوات المحرمة ووجود الشبهات المضلة كالأزمنة التي ظهرت فيها دول للروافض والخوارج. فمن كان في تلك البلاد قادرا على أن يقيم الحق وأن يدعو إلى السنة وأن يرد البدعة فنعم الجهاد، هذا الذي يجاهد بالقرآن وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الجهاد الكبير كما سماه الله عز وجل في كتابه: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وأهل البدع غالبا عندهم أقوال كفرية وإن لم نحكم بخروجهم من الملة. لعذر الجهل والتأويل، لكن كثير منهم كالخوارج والروافض، وشر منهم الجهمية والحلولية وأصحاب وحدة الوجود ومثلهم، أو هم نوع منهم الغلاة الذين يجعلون الأولياء يدبرون الكون أقساما بينهم أو بعضهم متفردا فيه، أو يجوز دعاءهم والعياذ بالله. فمن قام لإبطال هذا الباطل كان مع أهل الحق، وكذلك من كان في محلة يدعى فيها إلى اتباع اليهود والنصارى والملاحدة كبلاد المسلمين التي احتلتها قوات الأعداء، الروس الملاحدة والصينيون الملاحدة احتلوا بلادا ولا يزالون من بلاد المسلمين وينشرون نشر الإلحاد فترة من الزمن، وحرموا على الناس مجرد إظهار الصلاة بل حتى وجود المصحف في البيت، وكان الناس يبذلون
لحفظ كتاب الله عز وجل في الصدور، إذ لا يمكن أن يوجد. أمور عجيبة. حدثني من لا أتهم أن بعضهم كان يحفر قبوا تحت الأرض يدخل فيه طالب العلم في بيت الشيخ، يظل 6 أشهر متوالية لا يخرج ولا يرى الشمس، كأنه في أسوأ السجون، يحفظ خلالها كتاب الله أو يقرأ مثلا صحيح البخاري. وهذا البلاء كان شديدا على المسلمين، وألحد كثير من الناس إن لم يكن أكثرهم، وتحللوا من الشريعة، نسأل الله العافية. وكذلك من كان في بلاد المسلمين التي غلب عليها العلمانية، العلمانيون من الغربيين، وأذنابهم من ينتسب إلى الإسلام. ولقد كان زمان كمال أتاتورك في تركيا، وأيضا أزمنة طويلة في بلاد المسلمين، في بلادنا كان فيها بلاء عظيم. فمن كان مقيما هناك مع أهل الحق يعاون على ذلك، فلذلك كان واجبا عليه هذا النوع من الجهاد ولا يزال. فإن التخلص من هذه الفتن إنما يكون بنشر العلم، وإنما يكون بنشر السنة، وهذا الأمر لا يقوى عليه إلا يعني أفذاذ الناس، فكيف ينعزل المرء عنهم مع أنه إذا خذلهم لم يقوموا بالواجب. لذلك نقول هذا الأمر يتفاوت، وقد يأتي زمان يعجز الناس فيه عن ذلك ولا يقدرون على أن يقاوموا الشر والفساد، فعند ذلك يعتزلهم حتى لا يرغموه على مخالفة دينه وشرع الله عز وجل. فقد كانت بلاد الأندلس عندما تسلط عليها الفرنجة وعذبوا المسلمين أنواع العذاب، كانت الهجرة هي الحل الأمثل، لأن من بقي تنصر أو فرضت عليه النصرانية، وجاءت الأجيال بعد ذلك من شدة تعذيب الآباء والأمهات في محاكم التفتيش لا يعرفون شيئا عن الإسلام، ووصل الحال إلى ما ترون حاليا أن معظم هؤلاء الأسبان كما يذكرون يسمون أنفسهم قد تنصروا أو ألحدوا أو كانوا لا دينيين، وأجداد كثير منهم كانوا من المسلمين الذين استضعفوا فغلبوا، وكثير من المسلمين هاجر بعد أن سقطت البلاد وبدأت بوادر الغدر من هؤلاء الفرنجة. ولذلك إذا عجزوا عن شيء فكان التعرب أو كان الاستمساك برؤوس الجبال هو الأمر المشروع في تلك الحال، ولا يتبع أمثال هؤلاء. قال: وقيل بمنعه، بمنع التعرب في زمن الفتنة لما يترتب عليه من خذلان أهل الحق، ولكن ما نظر السلف اختلف في ذلك، فمنهم من آثر السلامة واعتزل الفتن كسعد ومحمد بن مسلمة وابن عمر ومن هؤلاء من ندم كابن عمر كما ذكرنا الرواية عنه في ذلك. قال: ومنهم من باشر القتال وهو الجمهور.
وقع في رواية كريمة التعذب، وبينهما عموم وخصوص. يعني بينهما عموم وخصوص، يعني التعرب ممكن يبقى مع العزوبة، وممكن يبقى فيه تعرب من غير عزوبة زي سلمة بن الأكوع، وممكن يبقى عزوبة من غير ايه؟ تعرب. عشان كده بيقول هو طبعا هذا الظاهر أن ذلك خطأ، والروايات كلها التعرب، وهي التي توافق تعربت، لأن ما تنفعش تعذبت، لأنه كان عنده إيه؟ زوجة وأولاد. لو كان يقول في الفتن نادى الزواج مثلا، يقول قال صاحب المطالع: وجدته بخطي في البخاري بالزاي، وأخشى أن يكون وهما. هو وهم فعلا، فإن صح فمعناه البعد والاعتزال. تعذب يعني البعد يعني، وإلا فعدم التزوج ليس من أسباب منع الفتنة. والباب باب يعني زي ما قلنا إن سلمة بن الأكوع تزوج امرأة وولدت له أولادا، فإذا كان له أزواج وذرية، ولم يولد من الصحابة إطلاقا من اختار التعذب مع القدرة على الزواج. يعني ما نلاقيش فيهم حد زي النووي وابن تيمية مع فضلهما، لكن الكلام ده ليس من هدي الصحابة والتابعين. عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج وأبي يوسف الثقفي الأمير المشهور المبير كما سماه النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: إن في ثقيف كذابا ومبيرا. واتفق العلماء على أنه المبير، والكذاب عبيد الله المختار الثقفي. المختار بن عبيد. قلت أبو عبيد ولا قلت المختار بن عبيد. قال: وكان ذلك لما ولي الحجاج إمرة الحجاز بعد قتل ابن الزبير، فسار من مكة إلى المدينة، وذلك في سنة 74. هو طبعا واضح ان سلمة رضي الله عنه تعرب بعد قتل عثمان. قال: امتددت على عقبيك، أنه إشارة إلى ما جاء في الحديث في ذلك، كما تقدم عند عد الكبائر في كتاب الحدود، فإن من جملة ما ذكر في ذلك من رجع بعد هجرته أعرابيا. أخرج النسائي: لعن الله آكل الربا ومؤكله، وفيه: والمرتد بعد هجرته أعرابيا. يعني ذيك من الكبائر الملعون من فعل ذلك. قال ابن الأثير في النهاية: كان من رجع بعد هجرته إلى موضعه من غير عذر يعدونه كالمرتد، وليس هذا تفسيرا صحيحا، فإن المقصود هو الارتداد عن الهجرة وليس الارتداد عن الإسلام. وهناك ارتداد عن بعض الدين، كما سموا مانع الزكاة مرتدين بهذا الاعتبار على أحد الوجهين، أنه مرتد عن بعض الدين.
وليس أنهم يعدونه كالمرتد تماما، ويبعد أن يحمل الأمر على من ارتد فعلا وذهب إلى البادية، فحل المرتدين فعلا، لكن هذا ليس هو المقصود. وإلا لما حسن أن يقول سلمة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو، يبقى المقصود إيه؟ أنه تعرب وليس ارتد على الإسلام. وقال غيره كان ذلك من جفاء الحجاج، حيث خاطب هذا الصحابي الجليل بهذا الخطاب القبيح من قبل أن يستكشف عن عذره، ويقال إنه أراد قتله، فبين الجهة التي يريد أن يجعله مستحقا للقتل بها، يقول انت بيت مرتد، من جهل الحجاج إنه يجعل كلمة مرتد عربيا يبقى إيه؟ مرتد، يبقى خلاص نقتله. هو أصلا ما بيدورش في الحقيقة، يعني أنا ما كنت يبحث عن أسباب للقتل إلا مخالفة الأمر ولو كان في مباحات، وهذا من الجهل المستمر الذي كان في ذلك العهد، إن الحكام يأمرون الناس بأوامر ليست مما لهم أن يأمرهم بها، يعني يقول لهم من أمرته أن يخرج من هذا الباب فخرج من ذاك ضربت عنقه. طب وإيه هو يعني إيه المصلحة يعني اللي هتفسد، لكن هو عايزين يجبروا الناس على الطاعة بأي صورة كانت. ولذلك كان هذا من البلاء العظيم، وإلى يومنا هذا لا يزال هذا الأمر في كثير من البلاد والمواقع والأحيان، مجرد الطاعة لفرض النفوذ على الناس. وقد أخرج الطبراني من حديث جابر بن سمرة رفعه، وطبعا عبد الله بن الزبير من الصحابة، يعني هل ثبت أن الحجاج قتل بعض الصحابة؟ عبد الله بن الزبير ده يقينا، غيره بقى قتل سعيد بن جبير ده بالتأكيد، ده من التابعين أكيد، من كان مع عبد الله، وممكن يكون معه بعض الصحابة صغار الصحابة. يقول وقد أخرج الطبراني من حديث جابر بن سمرة رفعه، لعن الله من بدا بعد هجرته إلا في الفتنة، فإن البدو خير من المقام في الفتنة، من المقام في الفتنة. أظنه إلا في الفتنة دي من ضمن الحديث، بس حد يطلع. قال لا، أي لم أسكن البادية رجوعا عن هجرتي، ولكن تنفع ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو، أذن لي في البدو. وفي رواية حماد عن سلمة أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البداوة فأذن له، أخرجه الإسماعيلي. وفي لفظ له استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقع لسلمة في ذلك قصة أخرى مع غير الحجاج. فأخرج أحمد من طريق سعيد بن إياس بن سلمة أن أباه حدثه قال قدم سلمة المدينة فلقيها بريدة بن الحصيب، مكتبة الحصيب هنا وهي مش صح، بريدة بن الحصيب، قال ارتددت عن هجرتك؟ فقال معاذ الله، إني في إذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول أبدو يا أسلم،
أي القبيلة المشهورة التي منها سلمة وأبو برزة الأسلمي وسلمة بن الأكوع الأسلمي. المذكور قال وأبو برزة هو المذكور وأبو برزة وبريدة المذكور. قالوا إنا نخاف أن يقدح ذلك في هجرتنا. قال أنتم مهاجرون حيث كنتم. ولأه شاهد من المأذون له يبقى لم يبطل ثواب هجرته فهو مهاجر. وله شاهد من رواية عمرو بن عبد الرحمن بن جرهد قال سمعت رجلا يقول لجابر من بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أنس بن مالك وسلمة بن الأكوع. فقال رجل أما سلمة فقد ارتد عن هجرته. فقال لا تقل ذلك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأسلم أبدو، أبدو يعني اذهبوا إلى البادية. قالوا إنا نخاف أن نرتد بعد هجرتنا. قال أنتم مهاجرون حيث كنتم. وسند كل منهما حسن. الربذة التي خرج إليها سلمة بعد قتل عثمان موضع بالبادية بين مكة والمدينة. واستفاد من هذه الرواية مدة سكن سلمة البادية وهي نحو 40 سنة، لأن قتل عثمان كان في ذي الحجة 35، وموت سلمة 74 على الصحيح. سبحان الله، ربنا قدر له ان هو يروح المدينة يموت بها فيكون قد مات في دار هجرته. هي الربذة اقرب الى المدينة. طب هي لما الفتن سكنت ما رجعش ليه سيدنا سلم؟ فانت 74 كده كانت الفتن خلص. 74 لا، 74 دي عام قتل عبد الله بن الزبير. يعني هو في فترة معاوية رضي الله عنه، ودي اللي كانت الفترة 20 سنة اللي كان فيها سكون الفتن. وكأنه اختار بقى له أهل وأولاد في البادية، فاختار ذلك بالإذن. أنا في إذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأثر بتاع الصبران لعن الله من بدأ فيه، هو الأثر زي ما قلنا كده. عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من بدا بعد هجرة، لعن الله من بدا بعد هجرة، لعن الله من بدا بعد هجرة، إلا في الفتنة، إلا في فتنة، فإن البدو خير من المقام في الفتنة. يبقى الرواية اللي علامات الترقيم اللي هنا أنه جعل الحديث لغاية ما بدا بعد هجرته، دي خطأ، الحديث اتحط لغاية الآخر. هو موته قال حتى قبل أن يموت بليال لم يزل بها بالربذة، حتى قبل أن يموت بليال نزل المدينة. في رواية هذا يشعر بأن سلمة لم يمت بالبادية كما جزم به يحيى بن عبد الوهاب بن مندة في الجزء الذي جمعه في آخر من مات من الصحابة، بل مات بالمدينة. بنقول هو لم يمت بالبادية بل مات بالمدينة كما تقتضيه رواية يزيد ابن أبي عبيد هذه. وبذلك جزم أبو عبد الله بن مندة في معرفة الصحابة. وفي الحديث أيضا رد على من أرخ وفاة سلمة 64، فإن ذلك كان في آخر خلافة يزيد بن معاوية، ولم يكن الحجاج يومئذ أميرا ولا ذا أمر ولا نهي. وكذا فيه رد على الهيثم بن عدي حيث زعم أنه مات في آخر خلافة معاوية، وهو أشد غلطا من الأول إن أراد معاوية بن أبي سفيان. وإن أراد معاوية بن يزيد ابن معاوية فهو عين القول الذي قبله
ان هو برضو كان الحجاج ما كانش له ايه امر ولا لم يكن اميرا، الا اللي استعمل الحجاج كان عبد الملك بن مروان. وقد مثل الكرماني على ظاهره فقال مات سنة ستين وهي السنة التي مات فيها معاوية ابن أبي سفيان، كذا جزم والصواب خلافه. وقد اعترض الذهبي على من زعم أنه عاش 80 سنة ومات 74، لأنه يلزم منه أن يكون في الحديبية 12 سنة، وهو باطل لأنه ثبت أنه قاتل يومئذ وبايع. الحديبية كانت 6 وهو فضل عايش لحد زمن الحجاج. الحجاج ما بقاش له سلطة في مكة إلا بعد قتل عبد الله بن الزبير وعبد الله والعمر استقر، وعبد الله بن الزبير قتل 74 قلت وهو اعتراض متجه، لكن ينبغي أن ينصرف إلى سنة وفاته لا إلى مبلغ عمره، فلا يلزم منه رجحان قول من قال مات 64، فإن حديث جابر يدل على أنه تأخر عنها لقوله لم يبق من الصحابة إلا أنس وسلمة رضي الله عنهم، وذلك لائق بسنة 74، فقد عاش جابر بن عبد الله بعد ذلك إلى 77 على الصحيح، وكان في أحد يصلح للقتال رضي الله عنه، يعني عاش حول يعني قريب من فوق 90 سنة رضي الله عنه. وقيل مات في التي بعدها، وقيل قبل ذلك، ثم ذكر حديث أبي سعيد يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم. الحديث وفي آخره يفر بدينه من الفتن. أشار إلى حمل صنيع سلمة على ذلك لكونه لما قتل عثمان ووقعت الفتن اعتزل عنها وسكن الربذة وتأهل بها ولم يلابس شيئا من تلك الحروب. والحق حمل عمل كل أحد من الصحابة المذكورين على السداد، فمن لابس القتال اتضح له الدليل لثبوت الأمر بقتال الفئة الباغية وكانت له قدرة على ذلك، ومن قعد لم يتضح له أي الفئتين هي الباغية، وإذا لم يكن له قدرة على القتال. وقد وقع لخزيمة بن ثابت أنه كان مع علي وكان مع ذلك لا يقاتل، فلما قتل عمار قاتل حينئذ وحدث بحديث يقتل عمارا الفئة الباغية، أخرجه أحمد وغيره. طبعا حديث يقتل عمارا الفئة الباغية ده حديث رواه مسلم. يوشك أن يسرع ويلوز يوشك. قال الجوهري لغة رديئة، أن يكون خير مال المسلم يجوز في خير الرفع والنصب، تنفع خير وخير يبقى مبتدأ أو اسم كان مقدم، خبر كان مقدم أو اسم كان، فإن كان غنم بالرفع فالنصب وإلا فالرفع. فاهمين يعني إيه؟ يا إما هنقول يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما، وإما ينفع نقول أن يكون خير مال المسلم غنم. لو قلت غنم يبقى اسم كان مؤخر وخبرها المقدم خيرا، وده متفق مع الرواية لأنه إيه قال غنم بس من غير ألف غير التنوين. والأشهر في الرواية غنم بالرفع يبقى اسم كان مؤخر، وقد جوز بعضهم رفع خير مع ذلك على أن يقدر في يكون ضمير الشأن، وغنم خبر وغنم
وخير مبتدأ، وخبر وخير أقوله غنم وخير مبتدأ وخبر، ولا يخفى تكلفه. شعف الجبال جمع شعفة كأكم وأكمة وأكمة، يبقى شعف وشعفة الجبال والمرعى فيها والماء، ولا سيما في بلاد الحجاز أيسر من غيرها. وقع عند بعض رواة الموطأ شعفة شعف شعف الجبال شعباء شعب الجبال جمع شعبة، عشان اقول بالموحدة اللي هي البه بدل الفاء بدل شعفة بدل شعف شعفة شعفة. يقول شعب وهي من فرج بين جبلين، ولم يختلفوا في أن الشين معجمة. وقع لغير مالك الأول لكن سعف شعف سعف بالسين المهملة. وقع في رواية أبي هريرة عند مسلم ورجل في رأس شعبة من هذه الشعاب يفر بدينه من الفتن، هذه الجملة حليلة. كلمة وذو الحال الضمير المستتر، يتبع هو بها يتبع هو أو المسلم إذا جوزنا الحال من المضاف إليه. يقول وهو شدة الملابسة، إذا قد وجد شرط وهو شدة الملابسة كأنه جزء منه. اتحاد الخير بالمال واضح، ويجوز أن تكون استئنافية وهو واضح، جملة جديدة يعني يفر بدينه. والخبر دال على فضيلة العزلة لمن خاف على دينه، وقد اختلف السلف في أصل العزلة، فقال الجمهور الاختلاط أولى لما فيه من اكتساب الفوائد الدينية للقيام بشعائر الإسلام وتكثير سواد المسلمين وإيصال أنواع الخير إليهم من إعانة وإغاثة وعيادة وغير ذلك. وأعظم ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في زمن يقل فيه المعروف ويكثر فيه المنكر، وتعليم العلم وتعلمه، فإن ذلك من أنواع الخير. نشوفها حتى في البداية والنهاية، هذا في البداية والنهاية طبعا البداية والنهاية. قال قوم العزلة أولى لتحقق السلامة بشرط معرفة ما يتعين، وقد مضى طرف من ذلك في باب العزلة. يقول بشرط معرفة ما يتعين، يقول والمشهور كلام كثير في سنة وفاة ابن الزبير، عشان يبقى في دقة في الكلام. المشهور أن مقتل ابن الزبير مكتوب الزبير كان في سنة 73 17 جمادى الأولى، وقيل الآخرة منها جمادى الآخرة. وعن مالك وغيره على رأس 72 والمشهور الأول. ماشي، جزاكم الله خير. أنا وهما مني قلت 74. قال بيقول لتحقق السلامة بشرط معرفة ما يتعين، يعني إيه؟
شرط ان عنده يكون عنده معرفه بفرض العين عليه. ما يعتزلش وهو جاهل، ما يعتزلش وهو مش عارف العقيده الصحيحه، ما يعتزلش وهو ما يعرفش الفرائض، يصلي ازاي ويطلع الزكاه ازاي، وما يفطر ما يفطر وما لا يفطر في الصيام مثلا يعني. وهذا هذا هو الخطر، ان انسان يعتزل على جهل يبقى يقع في مزيد من الفتن بسبب الجهل. يبقى لابد ان يحضر العلم، مجالس العلم واهل العلم، حتى يتعلم ما يلزمه قبل ان يخرج. ادنى المنازل العزله. هو الحديث الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على اذاهم. ولكن قد تكون العزله واجبه اذا خالط الناس وقع في الفتنه، مش هيسيبوه الا لما يقاتل مثلا، هو عارف ان دول اهل دنيا ودول اهل دنيا ودول اهل باطل ودول اهل باطل. يبقى العزله ايه؟ واجبه في هذه الحاله. إذا كانوا مش هيسيبوه إلا لما يبتدع في الدين، أو مش هيسيبوه إلا لما يكفر. ولذلك اختار الغلام الصبي الذي تحمله أمه لأمه أن إيه؟ أن تلقي من نفسها في النار، وقال: يا أمه اصبري فإنك على الحق. لأن هو وهي لو فضلوا هي إيه؟ هيفتنوا، هيرتدوا، والعياذ بالله. والناس أساسا مش كلها تعرف وتستحمل أن تظل مبطنة الإيمان مستسرة به وتظهر الكفر على الدوام. المعتاد إن اللي بيقعد في حاجة بإيه؟ بياخد عليها. نسأل الله العافية. أي حد خبير يعني أثر الخلط على الناس يعرف أنه فعلا إذا ظل يظهر مدة الإسلام الكفر ويبطن الإسلام قلبه مطمئن بالإيمان، بعد قليل يمكن أن يزول من ذلك أي من قلبه. وطبعا في قلة هتظل محافظة، لكن زي ما أقول لكم حال الأندلس يدلون على ذلك. الموروسكيون دول كانوا تعذبوا عذاب شديد جدا، أظهروا الكفر النصرانية وأبطنوا الإسلام، فضلوا متتبعينهم يعني تتبع فظيع، حتى إما هاجر من هاجر منهم وفر بدينه، وإما قتل أو عذب تعذيبا يظل محفورا في التاريخ، وإما فتن. عشان كده مش لاقين حد مسلم إلا المهاجرين من بلاد الإسلام في الزمن الحديث. قال غيره: يختلف باختلاف الأشخاص، فمنهم من يتحتم عليه أحد الأمرين: واحد يتحتم عليه الاختلاط، واحد يتحتم عليه الاعتزال. ومنهم من يترجح. قال النووي: والمختار تفضيل المخالطة لمن لا يغلب على ظنه أن يقع في معصية، فإن أشكل الأمر فالعزلة أولى. وقال غيره: يختلف باختلاف الأشخاص، فمنهم من يتحتم عليه أحد الأمرين: واحد ظهر له الحق وكان مقيما للحق، أو في أزمنة الفتنة كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، معلما للناس معالم الخير في وقت لا يوجد فيه من يعلم معالم الخير. فهذا واجب عليه أن يخالط، وهو لا يقع في المعاصي ولا يقع في البدع والضلالات فضلا عن الكفر. وأحد كما ذكرنا يجب عليه العزلة إذا كان يتحتم على العزلة إذا كان يقع في الفتنة، سواء كانت معصية أو كبائر أو كفرا أو قتالا للمسلمين بغير حق يكون هذا من الكبائر. قال: ومنهم من يترجح، يعني ده هيبقى أرجح، مش هيبقى حتم، يبقى ده أحسن له، ده حسب قدر الذنوب التي يأتي بها عندما يخالط الناس مقارنة بقدر الخير، فيكون الخير أكثر فيكون الاختلاط أفضل. وهو يكون هناك نوع
يكون خلطته بالناس تفسده أكثر من الطاعة التي تقع منه، فيكون الترجيح للعزلة. فعشان كده بنقول واحد هيفتن، هيقع فيه معاصي ومش هيقع منه الطاعات بالخلطة، يبقى العزلة واجبة. واحد يفعل الواجبات ويترك المحرمات، ولا يوجد من يقوم بهذه الواجبات غيره من فروض الكفاية، فهذا واجب عليه البقاء. ثم بعد ذلك نوع آخر هو الذي يعني يختلط فيه الأمر والطاعة أكثر، كل بقى في نوع يكون كذلك. الواحد بيتعجب كده العلماء لما يتكلموا على في زمن الفتنة في بلاد المسلمين، أمال الناس اللي تتسابق إلى الهجرة إلى بلاد الكفار يبقى حالهم إيه وهم الكفر غالب عليهم؟ يعني المسلمين اللي هناك مستضعفين، بيرغموهم على أن يعني نسائهم تنزع الحجاب، يرغموهم على ترك صلاة الجمعة علشان ما فيش أجازة عندهم يوم الجمعة، يرغموهم على العمل في الحرام، مش هيلاقي مسكن لما يتعامل بالربا، مش هيلاقي شغل لما يعني إما ينقل الخمر أو يسقيها أو أن يغسل الأواني التي فيها يعني يعدونها لشرب الخمر والخنزير والميتة. وبعدين انت مثلا الدكاترة اللي بيروحوا يشتغلوا هناك، طب انت هتاخد ثواب في الكفرة دول ولا تيجي تاخد ثواب في المسلمين؟ يقول لك الفلوس بدها لنا شوية، ما تستحمل معلش عشان تاخد ثواب. حال الفلسطينيين بلا شك ان البقاء في فلسطين ألزم لهم، لان هم بيقاوموا اليهود، مش زي ما الشيخ الألباني قال رحمه الله. الشيخ الألباني قال يرى وجوب الهجرة ده عين ما يرغب فيه اليهود، لما القدس كلها تتفرغ من المسلمين هيعملوا ايه؟ هيقولوا المسجد الاقصى ملوش لازمه، ومفيش مسلمين عشان يعني يصلوا فيه يهدموه. لذلك هذا خطر كبير جدا. الصحيح ان المساله دي مرتبطه بالمصالح والمفاسد، بالطاعات والمعاصي. شيخنا ايه وجه فتوى الشيخ الالباني؟ فتوى الشيخ الالباني وجهها هو الهجرة من دار الكفر، ولما غلب اليهود على بلاد على فلسطين فهي عنده صارت دار كفر. هي صارت دار كفر ولكن أهلها لا زالوا مسلمين، ففيها اجتماع بدرجة ما. إحنا بنجاء يعني المسلمون يجاهدون لأجل أن يزيد الخير وشعائر الإسلام، وهم بيبذلوا كل جهد أن يغلب الكفر وتقل شعائر الإسلام. فلما نقول إن في فتوى بأن الناس تسيب فلسطين كلها وتهاجر، وبأنها هيغلوا فين؟ هيغلوا صحيح ده محدش هيتلقاهم الآن بما يعني يصح. وبعدين ما هم أول مع أول حاجة المجازر اللي وقعت أدت إلى هجرة طائفة منهم. وبعدين بعد ذلك أخذ اليهود أكثر، وبعد كده فضلت الضفة الغربية وقطاع غزة كانوا تحت سيطرة مصر وإيه والأردن، وبعد كده اتخذت منهم في حرب 67 وهاجر طوائف من الفلسطينيين. لكن كلما تتفرغ فلسطين من المسلمين كلما يمكن التهويد وإزالة آثار المسلمين فيها. وبعدين الاحتلال اليهودي مش زي الصليبي يوم ما دخل الصليبيين القدس، هم يعملون حساب إيقاظ الإسلام في نفوس المسلمين. يعني أقصد الصليبين لما دخلوا القدس قتلوا كل الناس اللي فيها، رجال ونساء وأطفال، 92,000 في يوم الدخول. فده أدى إلى إحياء يعني العزيمة لدى أهل الإسلام للانتصار من هؤلاء الكفار لهؤلاء المستضعفين الذين قتلوا ظلما وعدوانا، وأيضا لاستعادة المسجد الأقصى. المسجد الأقصى كان محطوط على القبة، قبة الصحراء محطوط عليها صليب. فأنت تخيلوا الواقع دلوقتي، اليهود عملوا إيه لغاية النهاردة؟ لسه المسجد الأقصى يؤذن فيه. ده هم في الحقيقة يعني بنحبهم أوي للإسلام،
لا بس هما مش عايزين يهيجوا المسلمين للعودة إلى الدين وإلى الجهاد. سبحان الله. والمرة اللي فاتت دي قعدوا 92 سنة محتلين القدس الصليبيون وبعدين رجعت. احنا بقى لهم كم سنة دلوقتي؟ من 67. لا القدس اللي فيها المسجد الأقصى من سنة 67. في 56 سنة يعني لسه قدامنا برضو يرجعوا المسلمين بإذن الله. وسبحان الله أعقب يعني سقوط القدس في يد اليهود صحوة إسلامية قوية. يعني المسلمين في أماكن كتيرة جدا دون يعني توافق عادوا إلى الكتاب وعادوا إلى السنة وعادوا إلى إظهار السنن والرجوع إلى الأحاديث الصحيحة. كل ده ما كانش موجود قبل ذلك. المتدينين كانوا زمان زوجاتهم متبرجات، الشيخ الفلاني الرجل اللي بين الزنديق اللي عايز يقول لهم كده الحجاب ده بدعة محدثة يجيب صور المشايخ اللي هم لا شيوخ أزهر وإخوان مسلمين وأنصار سنة وغير كده عدد كبير يعني، والناس كلها ايه زوجاتها مش من الحجاب. كان فتنة جامدة فعلا، نسأل الله العافية. يعني الاحتلال اليهودي أقل ضررا يا شيخ من الاحتلال؟ لا الاحتلال اليهودي أخطر، لأن هو بيتسلل تدريجيا علشان يغير عقيدة الناس. واللي بيحصل دلوقتي كله كده بيدور على ايه؟ على الدين الإبراهيم الجديد. هو كان حد منهم يتجرأ في ذلك الزمن ان يقول اليهود والنصارى زي المسلمين كلهم مؤمنين وعائلة إبراهيمية واحدة؟ ده بالعكس، ده هم استفادوا من الحروب الصليبية انها يعني هيجت التميز. التميز ده بيؤدي في النهاية، اصل خدوا بالكم الصراع الحضاري مش متوقف فقط على القوة العسكرية. الصراع الحضاري متوقف على تمسك الناس بدينهم، ولذلك القوة العسكرية بتتغير. المسلمين العلم يعني في الأندلس المراحل الأخيرة كانت أقرب إلى التحلل من الالتزام بالدين وتضييع الولاء والبراء. وملوك الطوائف كل ملك يستعين بالفرنجة على إخوانه المسلمين ويسلمهم بلاد ويمكنهم من المسلمين في بلده أو في بلد المخالف له. ولذلك وصلوا إلى ما وصلوا إليه، وبعضهم فعلا تنصر. فعشان كده كانت أزمة جامدة جدا، عشان كده لغاية النهاردة الأندلس ما نجحتش، نسأل الله العافية. فالتميز ده هم مش عايزينه، والمخطط مستمر، والضغوط الاقتصادية للعلم يعني هادفة إلى ذلك، إن الناس تبقى غصب عنها تبعت مندوب. يعني الحاجة العجيبة يعني إن الأزهر وهو موقفه واضح، وشيخ الأزهر اتكلم كذا مرة على الدين الإبراهيمي، وبعدين يبعته مندوب يشهد افتتاح بيت العائلة الإبراهيمية. الله، شيء عجيب. طب ما هو ده خطوة على الطريق. اسم العائلة الإبراهيمية ده أصلا اسم كاذب. اسم العائلة الإبراهيمية معناها إن اليهود والنصارى والمسلمين كلهم إخوات ولاد سيدنا إبراهيم، وهذا كذب. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. للعلم اليهود اللي موجودين معظمهم ليسوا أبناء إبراهيم ولا أبناء بنو، هم تهودوا فعلا بس، لكن هم مش نسلا من بني إسرائيل. اليهود أوروبا دول معظمهم ليسوا من نسل سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام. هو مش من نسل اليهود اللي كانوا موجودين حتى أيام النبي عليه الصلاة والسلام اللي هم كان اسمهم بنو إسرائيل. لا، دول هادوا، الذين هادوا يعني تهودوا، وإلا فأكثرهم مش من أوروبيين وأصول أوروبية، هم اللي حاكمين إسرائيل حاليا. الغرض المقصود إن محاولات التمييع للدين وهدم عقيدة الولاء والبراء وحقيقة هدم حقيقة إن الدين عند الله الإسلام لدى المسلمين، طبعا هي بتتخذ بالحتة. الأول يتكلموا على النصارى في بلاد كتيرة، وبعد كده يخش اليهود وهم أعداء. إيه اللي مخلي المسلمين النهاردة مش قابلين نهائي
موضوع اليهود عشان اللي بيعملوا اليهود. طب على فكرة النصارى بيعملوا اكتر من كده. النصارى عملوا في العراق اكثر من ذلك. واللي عمل فلسطين اصلا اللي مكن اليهود منها كان مين؟ الانجليز الوعد بلفور اللي كان عاقب سقوط الدولة العثمانية واحتلال الحلفاء اسطنبول وتركيا كلها، واظهار هذا المنافق الزنديق كمال اتاتورك على تلك البلاد عشان يرسخ المبادئ اللي هو بيقول عليه، وان ممنوع حد يقول الشريعة الاسلامية. القانون بتاعهم كان اللي يقول بوجوب تحكيم الشريعة الاسلامية اذا كان فرد واحد لوحده كده بس قال كلمة يبقى 8 سنين سجن، واذا كان في جماعة يبقى السجن مدى الحياة. اذا طائفة اجتمعوا مع بعضهم عشان هم عندهم الخطر ده. وكذلك بقى في كل حتة في تونس والجزائر أبو رقيبة وأمثاله اللي حربوا الإسلام مدة طويلة والعياذ بالله. يا رب ارحمنا يا رب، ربنا يستر والله. قال فمن يتحتم، يقول بل إذا استويا تساويا اللي هو الأمر فيختلف باختلاف الأحوال، فإن تعارضا اختلف باختلاف الأوقات. فمن يتحتم عليه المخالطة، من كانت له قدرة على إزالة المنكر بأي درجة، تغيير مش شرط إزالة بل نقول تغيير المنكر، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام سمى التغيير باللسان تغييرا، يقول فيجب عليه إما عينا وإما كفاية بحسب الحال والإمكان. من قدر على أمر ولم يقم به غيره صار فرض عين، أو لم يقدر عليه غيره صار فرض عين. وممن يترجح يعني عليه من يغلب على ظنه أنه يسلم في نفسه إذا قام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وممن يستوي من يأمن على نفسه لكن يتحقق أنه لا يطاع، يعني يفضل يأمر ويدعو إلى الله ويأمر عن المنكر ومش لاقي حد خالص، يقول تيقن يتحقق إن محدش هيسمع الكلام، وده يكاد لا يوجد. هو مين اللي هيلاقي حاجه زي كده؟ انت بتكلم ده الناس اللي بتقول ان هم انبياء بيلاقوا حد يتبعهم، فما بالك بمن تكلم بالاسلام الحق هيلاقي لابد ان حد يتبعه. محدش يفتكر بقى ان انا خلاص مفيش فايده والدعوه ما فيهاش فايده واحنا دلوقتي ايه ضايعين والياس اللي بيحصل للناس. لا، ده بفضل الله عز وجل مفيش حته الا وفيها الدعوه. المتصورين بقى انه الدعوة دي ما تكونش الا انك تطلع تشتم الحكام وتكفرهم، هم دول اللي مش لاقين بقى في مكان يدعو فيه الى الله، علشان هم اللي اختاروا هذا السبيل. مش هي ده البراءة من الشرك؟ احنا البراءة من الشرك الظاهر المعلن، النفاق الله اعلم به، والنفاق الظاهر اذا ظهر يبقى خلاص ملحق بالشرك، اذا اظهر نفاقا كفرا اكبر. طب اذا اظهر ظلما ما يلزمش ان يكون كافر في الباطن ولا كافر في الظاهر، من سفك الدماء أو أخذ الأموال أو نحو ذلك يبقى ظالم، وقد يكون يعني في تأويل في هذه الأبواب وقد لا يكون. هو الحجاج ده كان تأويله، هو صحيح تأويله منع تكفيره، بس كان هو اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه المبير المهلك، ومع ذلك عامة العلماء لم يكفروا، كفره 6 من التابعين منهم مجاهد. ليه؟ علشان ما أظهر من تبديل الشريعة، لكن جمهور التابعين لم يكفروا الحجاج. يقول ممن يستوي من يأمن على نفسه، يعني إذن هو قادر على نوع من التغيير، يأمن على نفسه يتحقق أن لا يطاع، وهذا حيث لا يكون هناك فتنة عامة. فإن وقعت الفتنة ترجحت العزلة لما ينشأ فيها غالبا من الوقوع في المحظور، زي ما قلت لكم ده إذا خدوكم لابد أن تقاتلوا وإلا إيه قتلناكم، فما هو الحالة دي يعتزل فيها. يقول وقد تقع العقوبة بأصحاب الفتنة فتعم من ليس من أهلها، كما قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ويؤيد التفصيل المذكور حديث أبي سعيد أيضا خير الناس رجل جاهد بنفسه وماله
ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. شوف دي يدع الناس من ايه؟ شره. إذن لو اختلط هيحصل له ايه؟ هيبقى هو ما عنده شر، يبقى ده احسن له ليه؟ العزلة. مفيش إذن حاجة، مفيش حاجة اسمها زمن العزلة. ان يعني ايه زمن العزلة؟ هو موجود اهو. ايوه زمن العزلة يعني الزمن اللي وقعت فيه في مكان ما، مش انه زمن الارض كلها زمن ايه؟ عزلة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا تزال طائفة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خلفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. العزلة حال صح، تكون في زمن في مكان، ليس أن الأرض كلها تجب فيها الإيه؟ العزلة. وقد تقدم حديث أبي هريرة فإن أوله عند مسلم خير معاش الناس، هي مكتوبة معاشر، هي خير معاش الناس، رجل ممسك بعنان فرسي في سبيل الله كلما سمع هيعة وصيحة، وفيه ورجل في غنيمة، غنيمة إن عدد قليل من الغنم، على رأس جبل من الجبال يعبد الله ويدعو الناس من شر، زي الحديث. وكأنه ورد في أي الكسب أطيب، عشان كده قال معاش. فإن أخذ على عمومه دل على فضيلة العزلة لمن لا يتأتى له الجهاد في سبيل الله، إلا أن يكون قيد بزمان وقوع الفتن، يعني أن القتال فيها قتال بين المسلمين. ولا شك أن الجهاد بالقرآن جهاد، لذلك ربما كان هو الجهاد الكبير كما بيّنه الرسول عليه الصلاة والسلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.